السلطنة تدين بشدة الاعتداءات والهجمات الإرهابية التي وقعت في باريس الليلة الماضية، وتعرب عن مواساتها وتضامنها مع الشعب الفرنسي الصديق. سفارة السلطنة بالجمهورية الفرنسية تؤكد بأن العمانيين المتواجدين في فرنسا بخير ولم يتأثروا بالتفجيرات التي وقعت في العاصمة الفرنسية الليلة الماضية حسب المعلومات المتوفرة حتى الآن. طيران شرطة عمان السلطانية يسعف مصابين من الطريق القديم المؤدي إلى الجبل الأخضر، جاء ذلك عبر الحساب الرسمي لشرطة عمان السلطانية في تويتر. تقرر تعليق كافة الأنشطة الرياضية التي كان من المقرر إقامتها في أنحاء العاصمة الفرنسية مطلع الأسبوع الحالي في أعقاب الهجمات التي تعرضت لها باريس والتي أوقعت 120 قتيلا على الأقل.